مساكم ورد ونور وسرور مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. بنتم وياكم ساعة كاملة على الهواء مباشرة بمواضيع متنوعة ومتعددة، إن شاء الله تعيبكم بداية أسبوع جديدة. يا عبد العزيز مساك ورد. مساك الله بالنور والسرور يا مروة، مساكم الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام، وحياكم الله على قناتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس، وفي برنامجكم 7 على 7 بداية أسبوع أتمناها تكون سعيدة عليكم بإذن الله تعالى. طاقة إيجابية يا مروة، سعادة، وإن شاء الله يكون أسبوع جميل على الكل وأسبوع خفيف إن شاء الله. طاقة إيجابية وحيوية ونشاط. وبنبدأها يا عبد العزيز بأخبارنا لليوم برعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الأربعاء الماضي حفل تخريج الدفعة 27 من الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، وحضر الحفل الذي جرى في قاعة أرينا في سيتي ووك في دبي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي أيضاً محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وأيضاً معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وأيضاً اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين والضيوف من عدد من الدول الشقيقة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة وأولياء أمور الخريجين. طبعاً استهل الحفل بالسلام الوطني ثم استعراض طابور الخريجين من أمام سمو راعي الحفل الذي قام بالتفتيش على طابور الخريجين. بعدها ألقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي كلمة في المناسبة أشار فيها إلى استخدام التقنيات الحديثة في برامج الأكاديمية والمساقات الدراسية وحصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على انطلاق 10 مسارات تخصصية في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، وحصول الأكاديمية على جائزة أفضل بيئة عمل وسعادة في العام المنصرم على مستوى العالم. وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أوائل الدفعة 6 وهناهم على تفوقهم ودعمهم إلى مواصلة التحصيل العلمي والتدريب واكتساب الخبرة والمعرفة التي تعنيهم على تحمل مسؤولياتهم القيادية والعملية مستقبلا. وجرى في ختام الحفل تسليم وتسلم العلم من الدفعة 27 إلى الدفعة 28 مصحوبا بالقسم وهتف الخريجون قبل انصرافهم من ميدان الاحتفال بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. نشوف ياكم هذا التقرير.
ألف مبروك لجميع المرشحين. والآن مشاهدينا بروح لمواضيع حلقتنا اليوم، بتكون بداية ويا بلدية الفجيرة تشارك في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020. وعدنا في فقرة حديث الدار التجمع الثالث لألعاب القوى بمشاركة كافة أندية أصحاب الهمم بالدولة. وأيضا كهرباء الشارقة تنظم ورش عمل لتطوير استراتيجية 2020. وفي فقرة بانوراما راح نتعرف على المستجدات اللي طرت على الشعر العربي، وفعلا جميل القصائد اللي دوما نستضيفهم والشعراء اللي نحن نستضيفهم في فقرة بانوراما. فعلا. وأيضا الكاتبة اللي بتكون ويانا اليوم يا عبد العزيز هي أم أيضا لخمسة أطفال، وبتحدثنا أكثر عن الأمومة والطفولة وكيف أنها هي فعلا مثال ناجح لأطفالها، وكيف أيضا أطفالها اهتمت بالأم وبالطفل أيضا. ودوما قرينا عنها مرة أنها تسمى بعاشقة الصحراء. نعم. تعلقها بالصحراء بشكل كبير. دوما أي شاعر إن كان عربي وتعلق بالصحراء ففعلا فهو يعني نابع من قصائد كثيرة راح نستمتع فيها اليوم بإذن الله تعالى في فقرة بانوراما. فعلا يا عبد العزيز. القصيد دوما سبحان الله يكون كل الناس قرباء من الشعر والشعراء. ليش؟ لأن اليوم قاعد يعبر عن أحاسيس الناس اللي موجودة. في كثير من الناس ما تقدر تعبر عما في داخلها، لكن لما يسمعون لقصيدة معينة ولا شيء فكأنهم عبروا عن هذا الإحساس اللي موجود في داخله. فعلاً. والجميل يا عبد العزيز إنه يحق للشاعر دوم ما لا يحق لنفسه من وزن وفعل ومن كل شيء، لأنه هو الشخص فعلاً اللي يعبر عن مشاعره بالطريقة الصحيحة. فعادي لو اختل الوزن أو الشعر أو القافية علشان بس تظهر القصيدة حسب مشاعره. ودوم يقولون الكتاب أو أغلبية الكتاب شبهوا الكتابة بالنزف لأنها تطلع الأشياء أو الألم في الروح. فعلاً. بعض الأحيان. اليوم غير بعد فقرة بانوراما عندنا فقرة حديث الدار اليوم، البطولة اللي راح تجمع كل أصحاب الهمم في بطولة واحدة. فعلاً. نعم. دولة الإمارات تهتم بهذا المجال من الرياضات بشكل كبير وتولي له الاهتمام. راح نتعرف على بطولة قوى لأصحاب. نعم. الهمم اللي راح يلعبونها أبطال شو اسم البطولة اللي هي كانت بخصوص القوى صح؟ نعم. القوى القوى الأندية أصحاب الهمم. قوى الأندية أصحاب الهمم فعلاً عندهم نشاطات يعملون فيها وراح يشاركون فيها، وفعلا شيء جميل. ومن المواضيع المهمه يا عبد العزيز انه بيكون ويانا اليوم البطوله لفئه الاناث. قبل كم من يوم كانت للذكور للكابتن المرحوم باذن الله عيد فيروز، واكيد اليوم بتكون للاناث. فعلا يوم الجمعه كانت وانتهت البطوله. اليوم انتهت البطوله للذكور واليوم للاناث بنتحدث عنها اكثر. مشاهدينا بننتقل لفاصل، عقبها مكملين فقرات برنامج 7 على 7. خليكم ويانا. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا مروة مشاركات واسعة من بلدية الفجيرة ونشاطات كثيرة تقوم فعلا يعني صحيح. راح نتعرف على هذه المشاركة. طبعا مشاركة بلدية الفجيرة في الدورة 13 للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 اللي يقيم في العاصمة أبوظبي تحت شعار إعادة التفكير عالميا في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار. وللمزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف المهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة. هلا مرحب فيك. أهلين أختي، حياكم الله. حياك الله. خبرينا أكثر أستاذة عن مشاركة بلدية الفجيرة في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 في إمارة أبوظبي. بتوجيهات من صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، تحرص بلدية الفجيرة على المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل. وقد عرضنا أحدث مشاريعنا في مجال البيئة والاستدامة، مثل مشروع مراقبة. نعم. البيئة البحرية، مشروع الأنف الإلكتروني لمراقبة الانبعاثات والتلوث في منطقة الصناعات البترولية، وأيضا عرضنا مشروع محمية وادي الوريعة واستخدام الدرون في التصوير والتخطيط المستدام في الوريعة. جميل. في المحمية. سعيكم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على نيان رئيس الدولة الله يحفظه بأهمية توفير بيئة مستدامة. طبعا تسعى بلدية الفجيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة من خلال التخطيط والخطط في إمارة الفجيرة، الخطط الحالية والمستقبلية، ولعل أبرزها إدارة النفايات وتطويرها في الإمارة مثل المعالج الحرارية للنفايات في مصانع الإسمنت، تشجيع فرز النفايات من المصدر وتقليل المتبقي من عملية الفرز، معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الري والصناعة وغيرها من أهداف التنمية. نعم. أستاذة فاطمة خبرينا أكثر عن دور بلدية الفجيرة في تقديم أفضل الخدمات واللي تمثل ركائز التنمية المستدامة في العالم كله.
بلدية الفجيرة اليوم تحرص على تقديم وإنجاز معاملاتها إلكترونية، مما يسهم في خفض البصمة الكربونية وتقليل رحلة المتعامل، وهذا طبعا ينعكس على الاستدامة. وأيضا تركز البلدية مثل ما ذكرت على فرز النفايات، وهذه أحد أهداف التنمية المستدامة عالميا، وتوعية المجتمع بضرورة العمل على ذلك، وتبني معايير المباني الخضراء في التخطيط في والمباني الحديثة في الإمارة. نعم. بالإضافة إلى الحفاظ على محمية وادي الوريعة لما لها من تنوع بيولوجي، وهي تعتبر رئة الإمارة. نعم. ممتاز. لو تحدثنا اليوم عن مدى أهمية تعزيز الجهود بين المؤسسات والجهات المشاركة، وأهمية تبادل الخبرات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطاقة والاستدامة. طبعا القمة العالمية لطاقة المستقبل تعتبر منصة عالمية توجد فيها جميع الجهات والمؤسسات، تعتبر فرصة ان نطلع على المبادرات الموجودة فيها، حتى هناك الكثير من الشركات التي كانت تعرض احدث التقنيات في هذا المجال، وهذه فرصة حقيقية ان نشوف شو هي احسن التقنيات المستخدمة في هذا المجال. نعم أستاذة فاطمة، بلدية الفجيرة جهود وايد كبيرة لتحقيق مستقبل مستدام في الإمارة، خبرينا عن هذا الموضوع أكثر. حاليا بلدية الفجيرة تعمل على تطوير مشروع الأنف الإلكتروني لمراقبة الانبعاثات في المنطقة وتقييم الوضع والعمل على رفع جودة الهواء في الإمارة، وأيضا تعمل من خلال مشروع مراقبة البيئة البحرية على مسح وتقييم جودة المياه لحماية الأحياء البحرية والثروة السمكية في الإمارة. نعم. ومن خلال محمية وادي الوريعة فإن نحرص على المحافظة على التنوع البيولوجي فيها بوصفها واحدة من أهم المناطق المصنفة عالميا ضمن الأراضي الرطبة. نعم. كنت يانا عبر الهاتف المهندسة فاطمة الشراري، مدير إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة. شكرا لك. شكرا، حياكم الله، يعطيك العافية. والآن لثاني جولات بطولة المرحوم حكم الدولي عيد فيروز للتيكواندو فئة الإناث بتنظيم من اتحاد الإمارات للتيكواندو، وأيضا بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وهالشيء كان يوم الجمعة الماضي في مجمع زايد الرياضي. خلونا نشوف هذا التقرير وبعد لنتعرف على التفاصيل. البطولة القادمة إن شاء الله تستضيفها إمارة الفجيرة تحت رعاية الاتحاد الإمارة التايكواندو في البطولة العربية، بطولة في الفجيرة الدولية. البطولة العربية إن شاء الله بإذن تعالى بتكون في إمارة الفجيرة في صالة زايد الرياضية، مقرها هنا بتكون في الفجيرة. البطولة بتكون في تاريخ 27 28 شهر واحد الشهر الحالي. وأيضا هناك بتكون في دورة دولية للمدربين بتكون تاريخ 26 و 25 26، ويليها ببطولة الفجيرة الدولية بتكون من تاريخ 31 1 لغاية 2/2 الشهر الجاي. والبطولات هذه طبعا هدفها تقوية ورفع نشر لعبة التايكواندو في الإمارات، وخاصة في إمارة الفجيرة، في المحافل الرياضيه، خاصه اماره الفجيره في الاونه الاخيره لها محافل كثيره في استقبال محافل كثيره في الرياضيه في الفجيره. طبعا هذا الشيء لا يخفى على الجميع، ولا حد ينسى فضل المرحوم عيد فيروز بالشيء هذا، لانه هو من المؤسسين لعبه التايكواندو في الفجيره، وله بصمه كبيره خاصه في بطوله الفجيره الدوليه. ما زال احنا في الاتحاد هني قمنا بطولتين للذكور الاناث باسم المرحوم عيد فيروز. الحمد لله اليوم نتائج كانت طيبة الأسبوع الماضي في الجولة التمهيدية، اليوم بالجولة النهائية الحمد لله إن شاء الله كفريق الفجيرة مستعدين استعداد تام إن شاء الله أن نحصد المركز الأول بالمجموع العام للبطولة، واليوم إناث طبعا، والحمد لله يعني إحنا أثبتنا خلال السنوات الماضية تفوقنا بهاي الفئة. بنات الفجيرة دائما كانوا يجيبوا المركز الأول، وحتى المنتخب الوطني يعني قوامه 90% من نادي الفجيرة. إحنا
احنا بقالنا فتره بنعد اللاعبات عشان الموسم الرياضي، والحمد لله البطولات السابقه الحمد لله يعني احرزنا مراكز متقدمه، مركز اول ترتيب عام في كل البطولات الحمد لله وفي كل الفئات. ودي ان شاء الله بطوله عيد فيروز، لسه البنات بدات تلعب، لسه ربنا يسهل ان شاء الله ويبقوا جاهزين ونحرز مركز اول ان شاء الله ترتيب عام زي البطولات اللي قبل كده. حياكم الله مشاهدين الكرام. طبعا مروة راح نعرف عن البطولة اللي تكلمنا عليها اللي هي خاصة لأصحاب الهمم، شو رأيك في هالبطولات؟ لازم نروح يوم نشوف مبارياتهم ونشوف البطولة هذه. جميلة جدا، وأيضا تكتشف مواهب اللي متخبية في أصحاب الهمم. فعلا، طبعا التجمع الثالث لألعاب القوى بمشاركة كافة أندية أصحاب الهمم بالدولة 2019-2020 واللي هي بتنظيم من لجنة البرمية الإماراتية، أقيم مساء أمس السبت في نادي خورفكان للمعاقين. للمزيد في فقرة حديث الدار. وللمزيد من التفاصيل ويانا الحين في الاستديو الكابتن أيمن محمد علي، مدرب ألعاب القوى بنادي خورفكان المعاقين. أهلا ومرحب فيك كابتن. أهلا بيك وأهلا وسهلا. أهلا ومرحب فيك. بداية كابتن، العديد هناك العديد من خلينا نقول الأندية في دولة الإمارات وكثيرة ما شاء الله، خبرنا أكثر عن الأندية المشاركة في هذا التجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أشكركم على الاستضافة، ودي مش غريبة عليكم وعلى طول متابعينا وفي كل المحافل الرياضية اللي بتحصل عندنا في النادي، فيعطيكم ألف عافية. الله يخلي. إحنا كان في 8 أندية مشاركين معانا، كان في نادي الثقة بالشرقة، نادي دبي، نعم، لأصحاب الهمم، نادي أبو ظبي، نادي العين، نادي راس الخيمة، نادي خورفكان. الثمان أندية دول اشتركوا في التجمع الثالث لألعاب القوى اللي كان بيستضيفه نادي خورفكان، وتحديدا كان أمس. نعم. وضم ما بين الاستضافة بتاعته ما يقرب من 105 لاعب ولاعبة اتنافسوا في إيفنتات المعاقين أو تحديدا مسابقات المعاقين، عشان في بعض الناس ما مش عارف الايفنت، فهي مسابقات للمعاقين وتنافسوا فيها في 26 مسابقه. ممتاز. انا صحح البر اولمبيه اذا اخطات في البدايه، يعني الاثنين صح، البار اولمبيه او البار اولمبيه. البار اولمبيه خليني انا صح وهي غلط، هي دومك بعد غلطتني. هو انت قلت الرسمي، اما هي قالت الدارج. لا خلينا في الرسمي افضل. كابتن ايمن، اليوم نتحدث عن دوركم في نادي خورفكان للمعاقين، كيف جهزتوا لهذه البطوله وشو دوركم في تنظيم مثل هذه البطولات؟ طبعا التجمع الثالث دوت هو ده نشاط محلي للجنه البار اولمبيه الاماراتيه، واوضح بس كلمه البار اولمبيه اللي هي معنيه برياضات اصحاب الهمم. سالناك تحت الهواء. أيوه. مستغربين من الاسم. ايوه، فكتير جدا من الناس، حتى الناس حتى في مختصين يقول لك ايه الاسم ده. فالبار اولمبيه اللي هي معنيه برياضات اصحاب الهمم. نعم. اللي بيوازيها او يقابلها اللجنه الاولمبيه بالضبط، فهي اللجنه البار اولمبيه هي المعنيه بالدوله بجميع رياضات اصحاب الهمم. نعم. فده التجمع الثالث، كان نشاط من أنشطة اللجنة البار أولمبية الإماراتية، وكان في ألعاب القوى تحديدا. وزي ما قلت لحضرتك، هم بلغونا ان هم عايزين احنا نستضيف الحدث دوت واحنا اللي نقوم عليه. فاول ما جالنا طبعا الفاكس بان ان شاء الله التجمع الثالث هيبقى على ارض نادي خورفكان، عملنا فريق عمل، وفريق العمل دوت طبعا كان بتوجيه من اللجنة الرياضية لرئيسها أستاذ لؤي سيد علاي، وهو على فكرة برضو من أصحاب الهمم، هو كفيف بصري ولكن ما شاء الله ربنا رزقه البصيرة. وعملنا فريق العمل ووزعنا المهام والاختصاصات اللي محتاجها اليوم دوت. نعم كابتن، خبرنا أكثر عن رأيك بالأصحاب الهمم المشاركين في هذا التجمع، كيف تقييمك لهم؟ والله هو طبعا في البداية احنا دلوقتي نعتبر في بداية موسم، والاستعداد اللي أنا شفته في اليوم دوت كان استعداد جيد لا بأس به كبداية موسم. وأتوقع إن شاء الله طبعا إحنا عندنا محفل هام جدا، وهو الدورة البارالمبية طوكيو 2020 اللي هيكون في شهر أغسطس في اليابان، وكل الأندية وكل الدولة بتسعى جاهدة
ان هي ترفع حصتها ان هي تشارك في هذا المحفل الهام اللي بيقام كل 4 سنين باذن الله. يعني من هذه البطولات ان شاء الله ممكن نشوف لاعبين جدد ممكن يشاركون ويدعمون صفوف المنتخب، صحيح؟ صحيح صحيح. البطولات ديت هي بتفرز عناصر، ربما عناصر جديده وربما تاكيدا لعناصر قديمه. لاعب كان عنده مستوى معين نزل شارك في البطولة، حس إن رقمه اتطور أداؤه، فبالتالي رفع رانكه على المستوى الدولي، فهنا بيعزز تقدمه أو مشاركته في المشاركات الخارجية. خبرتنا الحين أستاذ أن في 8 أندية لأصحاب الهمام شاركت بهذا صحيح. التجمع، شو السبب أو ما الهدف وراء تجمع هذا أن كل الأندية لأصحاب الهمام مشاركين وياكم في هذا التجمع؟ أول حاجة رقم واحد هو الاحتكاك وتبادل الخبرات. نعم. وده ده الأساس. أنا النهاردة كان نادي مثلا خرفكان لما بلعب مع نادي دبي ولعب مع نادي الثقة، اللعيبة بيتنافسوا مع بعض، بيحتكوا مع بعض، كل واحد فيهم عايز يكسب، عايز يفوز، لأن في الآخر كل لاعب بيبقى هو عايز يكون هو رقم واحد في الإيفنت. تحفيزي أكثر لأصحاب الهمام. صحيح. حتى احنا كمدربين بنتنافس، انا عايز اللعيبه بتاعتي يكون اكبر عدد من نادي خرفكان هو ممثل الدوله في البطولات الخارجيه. نعم. هم اعضاء المنتخبات القوميه. نعم. وكل فريق يبي يفوز. صحيح. فهو الاحتكاك والتنافس هو الالعاب اللي تلعب في هذه البطوله شنو هي؟ احنا تحديدا شاركنا ب 12 ب 26 مسابقه. نعم. في مسابقات الميدان والمضمار، ومسابقات الميدان اللي هي مسابقات الرمي اللي بتشمل القرص والجل والرمح والصولجان ذكور وإناث. نعم. وبالإضافة لمسابقات العدو 100 و200 و400 و800 للويلشيرز، الكراسي المتحركة، الجري على الكراسي المتحركة والجري على الأرجل طبقا لكل فئة إعاقة. نعم. خبرنا أكثر كابتن، كيف تشوفون جاهزية اللاعبين لخوض مباريات أكبر على مستوى عالمي، أو خلونا نقول على مستوى الدولة بشكل أكبر، أنه يكون في بطولات ل 2019-2020، كيف جاهزية؟ والله جاهزيتهم أيوة. الجاهزية المفترض أنها ما بتوقفش أبدا، المفترض كل الأندية شغالة من بعد دورة ريو 2016 وكله بيستعد ل 2020، لأن أنت بتتكلمي في أن أنت تشاركي في أكبر محفل رياضي بيحصل كل 4 سنين، الدورات البارالمبية اللي هي بتعادل الدورات الأولمبية. نعم. فكل 4 سنين، واللي جاي بقى الجديد في طوكيو إن شاء الله إن البارالمبية والأولمبية هيكونوا في نفس التوقيت في نفس المكان في نفس الملاعب، وطبعا دي حدث قوي جميل. نعم. كابتن، أكيد اللي يتدربهم لاعبين قاعد يشوفون هذا اللقاء، وأنا بيسألك أنت عصبي ولا ما بعصبي؟ كل المدربين عصبيين صح ولا لا؟ والله شوف أحيانا بصراحة، بس أنت حطيت إيدك على جرحي، يعني هي فعلا عصبي عليهم لكن أنت أحيانا من عصبيتك عشان أنت بتحبهم وانت عايزهم يكونوا الافضل. هذا الكلام بعد الضرب ولا بعد أيوة العصبية؟ انت يعني هقول لك، انا والدي لما كان بيضربني كان بيضربني عشان بيحبني، هو مش عايز يضربني بقى، هو عايزني ابقى كويس. صحيح. واخد بالك؟ فهي دي القصه. اقنعتنا الصراحه انت كذا. ها، من الاسامي اللي تتدربهم اللي يعني ان شاء الله يكون لهم مستقبل فعلا الكل. احنا نبغى بعض الاسامي اللي ممكن المنتخب راح يستفيد منهم، راح نستفيد منهم ان شاء الله، وراح يحققون ميداليات باذن الله تعالى في طوكيو. والله احنا الحمد لله بفضل الله نادي خرفكان في جميع البطولات الدوليه احنا لينا تواجد، وكان اخرها بطوله العالم لالعاب القوى اللي حصلت هنا عندنا في دبي شهر سبتمبر اللي فات 2019، وكنت مشارك فيهم بثلاث لاعبات واثنين لاعبين ضمن المنتخب القومي في التمثيل لبطوله العالم. وربنا كرمنا، وعندي بنت اسمها مريم الزيودي في 40 اتأهلت بالفعل بفضل الله لدورة طوكيو 2020، ودخلت في بطولة العالم من ضمن أفضل 8 رماة على مستوى العالم، وده كان حاجة جميلة جدا. عيال كابتن أيمن، أنا عاوزك تدربني في الجيم إن شاء الله. حاضرين. لأن أنا أبا مدرب عصبي أنا. أنا عشان يلتزم يا كابتن. أنا فعلا عشان ترجع الموضوع، أنا أحيانا أقول لهم أنا بتعصب عليكم عشان والله بحبكم، لأن هدفنا واحد، أنا عايزك تبقى كويس، لأن نجاحك من نجاحي ونجاحي هو نجاح. نعم. بعض الأحيان القسوة من الممكن أن فعلا تولد شعور تحفيزي عند اللاعبين. برافو عليك. بالضبط. هو ده. وما أكذبش عليك، يعني شوية اللاعبين في الخليج متدلعين شوية. وايد مش شوية. في كل المجالات. أتمنى أن أقول عايز تبقى بطل لازم تتعب، عايز تبقى بطل لازم تحرم نفسك، عايز تبقى بطل لازم تأكل الصخر. في البيت بقى تدلع براحتك، لكن هنا جوه صالة التدريب هو اسمه تدريب. صحيح. يعني انت داخل الجيش. يا سلام عليك. حتى لو كانوا من اصحاب الهمم على فكره عندهم قدرات
يمكن انت هتخلينا نتطرق. عندهم ايضا ذكاء جدا جدا، ولكن طبيعي. المشكله هم ما عندهمش احيانا بيبقى ثقه حتى في نفسه. لا. انا عندي بعض اللاعبين اقول له انا بثق فيك اكتر من نفسك، انزل اعمل، يقول لي مش هقدر. لا هتعمل. الايمان بالقدرات على فكره من الممكن انه فعلا يخلي الشخص انه ينجح. صحيح صحيح. هو كابتن ايمن انا كشخص عادي ممكن ما اقدر اسوي اللي هم يسوونه، مثلا ما اقدر اسوي بعض الرياضات اللي هم يسوونه، فما اتوقع هم ينقصهم شيء. الانسان من داخله من قوته في داخل الانسان، اذا كانت عندك الاراده فانت تقدر تسوي كل شيء. صحيح. وانا اضرب لحضرتك مثل، انا عندي مجموعه شباب قاعدين جلوس على الكرسي المتحرك، انا بقول له انزل من على الكرسي اقعد على الارض. كابتن ما اقدرش. قلت له ما فيش حاجه اسمها ما تقدرش. هتقدر. لا ما اقدر يا سيدي. لا قدر الله حصل، لا قدر الله حريقه في البيت وانت بروحك، هتعمل ايه؟ هتقعد مستني واحد يجي يزقك ولا لازم تعتمد على نفسك؟ قوم انزل. ما اقدرش. قلت له مش مشكله، خليكوا اقعدوا مره اثنين ثلاثه. عملنا التمرين دوت، يقعد ويقوم يقعد ويقوم، لحد في المره ال 25 تحديدا قام ونزل على لوحده وما بقاش مصدق. قلت له شفت انت قدراتك موجوده بس انت ما عندكش ثقه في نفسك. فهي دي القصه. لذلك ايضا يقال كابتن ان الفشل هو مو بفشل، هو تكرار، هو محاوله نجاح. برافو عليك. صحيح. صحيح صحيح. في الاخر هي مجموعه الخبرات. ايه صحيح. انا بخطا في الحاجه ديت مره يعني عقب 25 مره استطاع. بالظبط. فهو في بالزبط. النهايه نجح. صحيح. وعندي برضو نموذج تاني، عندي بنت لعيبه اعملي التمرين الفلاني، لا ما اقدرش. طب جربي، لا ما اقدرش. هم ما يستوي، طب بس جربي. ها ها شفت استوى ازاي؟ تبدا فعلا يبقى مع التكرار ومع الفشل هو في الاخر انا اوصل نجاح افضل بكتير من ان انا من البدايه ارفض ان انا اخذ التجربه. المفروض يتشكل عند المشاهدين الان الحافز كابتن. بس هم ما يرشوك على سمك مشوي في خور فكان، معروفه بمطاعم السمك المشوي هناك. ده الاساس. ما يغرونك هناك كمان ما شاء الله. أيوة. السمك ما يغرونك هناك بسمك مشوي يتخف عليهم في التمرين. احيانا بتحصل مغريات. يعني يصير المغريات هذه. كيف المعسكرات اللي تقيم والخبرات اللي يستفيدون منها اللعيبه من المعسكرات خاصه اصحاب الاهمال؟ والله المعسكرات دي فيها شقين، شق داخلي وشق خارجي، وهو بتبقى الاستفاده الاكبر في الشق الخارجي. نعم. لانه احنا لما بنروح نعمل معسكر في دوله خارجيه بيبداوا هم يشوفوا المعاقين اقرانهم واصحاب الهمم بيتمرنوا ازاي وبيعملوا ايه، وبيلاقوا قدراتهم في المعسكرات الخارجيه بترتفع، لان هو بيحاول بيغير وبتجيله بقى الحميه. وانا عايز اعمل زي ده. هو طب انا معاق وقاعد على كرسي، هو برضو معاق وقاعد على كرسي، ليه هو بيقدر يعمل ده وانا مش قادر اعمل؟ صح. فهنا الاحتكاك ده برضو مهم جدا جدا، ان بيخلي اللاعب لما يشوف نموذج زيه او نفس اعاقته يقول الله طب ما انا كمان اقدر اعمل، طب احاول احسن من ان هو ما يشوفش النموذج خالص ويستمر في عدم المحاوله. جميل جدا جميل جدا. شكرا لك الكابتن ايمن محمد علي مدرب العاب قوه بنادي خور فكان للمعاقين، استمتعنا معك. نورتنا. بكره في مجال نجور البطوله ولا خلصت؟ نورونا في اي وقت ان شاء الله تعالى. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. شكرا. والان الحين طبعا عندنا فاصل، مشاهدين الكرام خلوكم ويانا. من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والآن لهيئة كهرباء ومياه الشارجة واللي نظمت ورشة عمل في أماكن مختلفة بهدف مواجهة التحديات وتحسين مستوى الأداء وتطوير استراتيجية 2020. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ حمد الحوسني رئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة كهرباء ومياه الشارجة. مساك الله بالخير. مساء النور. أهلين أستاذ عبد العزيز والأخت مروة، كيف الحال؟ الله يسلمك. لو تعطينا مدى أهمية الابتكار بالنسبة لهيئة كهرباء ومياه الشارجة. طبعا أخوي الكريم، هيئة كهرباء ومياه الشارجة دائما تحرص على استقطاب الأفكار الإبداعية وتطبيقها في مختلف قطاعاتها على مستوى إمارة الشارقة، بحيث أنه يعد ذلك أحد مبادئها الرئيسية التي وضعها سعادة رئيس الهيئة. وتحقيقا لذلك فقد أطلق سعادة رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الميم مبادرة بعنوان التطوير المستمر. هذه المبادرة يتم إشراك الموظفين من خلالها من مختلف إدارات الهيئة، بالإضافة إلى بعض المشتركين لدى هيئة كهرباء ومياه الشارقة باعتبارهم شريكنا الأساسي نحو النجاح. تهدف هذه المبادرة إلى مواجهة التحديات وتحسين مستوى الأداء والتطوير الاستراتيجي العام للهيئة، وذلك تزامنا مثل ما تفضلت أخوي عبد العزيز تزامنا مع العام الجديد 2020
نسأل الله أن يكون عام خير ونجاح وفلاح بإذن الله. أمين يا رب. نعم أستاذ حمد، خبرنا أكثر عن عدد الورش اللي تم تنظيمها لتحقيق الهدف من مبادرتكم. طبعا أستاذة مروة، هذه المبادرة طبعا مستمرة، وكمرحلة أولية تم تنظيم 3 ورش عمل تقريبا. نعم. تنفيذا لهذه المبادرة في أماكن ومعالم مختلفة من إمارة الشارجة، وكانت بمتابعة وحضور رئيس الهيئة شخصيا. نعم جميل. نعم. المعالم اللي نظمتوا فيها الورش، أهم المعالم اللي كانت؟ والله نحن حرصنا أن أن, أن أن هذه المبادرة يتم تطبيقها خارج إطار العمل، للخروج من القالب الوظيفي على الكورنيش يعني؟ الحيز الوظيفي. نعم نعم، على الكورنيش ولا على البحيرة ولا لا، كذا 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 مكان يعني مثلا نظمنا إحدى الورش في ساحة ونصب الشهداء في حرم المدينة الجامعية في إمارة الشارقة. طبعا هذا النصب تم بناءه تخليدا لذكرى شهداء الوطن البواسل، مكان جميل جدا رحمته. نعم، وكذلك تم تنظيم إحدى الورش في الواجهة المائية بمنطقة الحمرية بإمارة الشارقة، وهذه طبعا واجهة سياحية تتضمن مشروع عقاري ضخم على ضفاف شاطئ الحمرية. نعم. ومؤخرا تم تطبيق أو تنفيذ هذه الورشة أو عملها في مسجد الشارقة، وهذا المسجد طبعا يعتبر أيقونة معمارية تتربع على عرش عاصمة الثقافة الإسلامية اللي هي إمارة الشارقة، ويتميز بتصميمه الفريد وساحاته الخضراء وموقعه فعلا الاستراتيجي في الإمارة. فهذه أهم الأماكن حاليا اللي نظمنا فيها 3 ورش اللي ذكرناها. نعم أستاذ حمد، في كل ورشة هناك اقتراحات يتم طرحها لتحسين الأداء، خلينا نقول شو الاقتراحات اللي تم تجميعها في هذه الورشة؟ طبعا إذا بنتحدث عن العدد، عدد الاقتراحات اللي تم تجميعها تقريبا فاق 350 فكرة، وفي وحدة بس يعني في واحدة من هذه الورش اللي نظمناها في واجهة الحمرية البحرية تم تجميع 187 فكرة تطويرية قابلة للتطبيق. فهني نحن نتكلم عن أفكار قابلة للتطبيق. نعم، فكانت 187 هذه تحديدا اشتغلنا عليها كمرحلة أولية لتطبيقها في الهيئة. جميل جدا. كيف راح تقومون بتطبيق هذه الأفكار بإذن الله تعالى والمقترحات اللي قدموها المشاركين في الورش؟ نعم، هذه المقترحات طبعا عددها كبير وتتعلق بالقطاعات المختلفة في هيئة كهرباء ومياه الشارجة، سواء على مستوى الهيئة كخدمات الهيئة أو المشتركين أو الموظفين. فتحقيقا للهدف اللي تصبو إليه الهيئة من خلال هذه المبادرة، تم تكليف مجموعة من فرق العمل لدراسة هذه الأفكار ووضع خطة واضحة لتطبيقها على مستوى إدارات الهيئة من خلال تصنيفها إلى فئات بحسب الموضوعات. فاليوم نحن عندنا مجموعة من الأفكار مثلا متعلقة بالموظفين، فيتم تصنيفها تحت بند مثلا شؤون الموظفين، وكذلك بالنسبة للمشتركين وبالنسبة للخدمات العامة للهيئة. ممتاز جدا. ممتاز. أستاذ حمد، دوما نقول أن الشخص الناجح هو اللي واجه التحديات، وأنتوا في الورشة أكيد أشخاص واجهتوا تحديات وايدة، ما أهمية مواجهة التحديات؟ طبعا التحديات مستمرة ما دامت الحياة، سواء على المستوى الشخصي للفرد أو على مستوى حياة المؤسسات، سواء كانت هذه المؤسسة ذات قطاع عام أو ذات قطاع خاص. فلا بد أن تمر في تحديات مستمرة ومتنوعة، وإذا لم يتم مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها بالتأكيد سوف يتأثر أداء هذه المؤسسة سلبا، وقد يؤدي إلى إفلاسها إذا ما صحيح كانت هذه المؤسسة عبارة عن شركة تجارية. فعلا. فضلا عن أن المؤسسات بحاجة دائمة للتطوير والتحسين بالنسبة للأداء لتكون لديها القدرة على المنافسة والتميز، وطبعا للتغلب على هذه التحديات بأقل صحيح التكاليف لابد من أن يكون ذلك عن طريق طرح أفكار إبداعية جديدة تؤدي إلى دفع عجلة المؤسسة نحو التميز والازدهار. صحيح. شكرا لك. نعم. أستاذ حمد الحوسني رئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، شكرا لك. يعطيك العافية. العفو، الله يعافيكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. طبعا يا مروة، نروح للجبل الثقافي ومهرجان الجبل الثقافي، ختام مهرجان الجبل الثقافي في نسخته الثانية، ليحمل المهرجان في دورته الثانية شعار حوار الطبيعة والإنسان بتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. خلونا نتابع وياكم في هذا التقرير.
طبعا مهرجان الجبل الثقافي هذه الدورة الثانية للمهرجان ويقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. هذه السنة اخترنا شعار حوار الطبيعة والإنسان بما أن المكان في قلب الطبيعة وبين أحضان الطبيعة. مثل ما شايفين في حديقة الفجيرة للمغامرات يجمع الجبل والماء والعشب خاصة في مثل هذه الأجواء الشتوية الجميلة. محاور أيضا البرنامج تتضمن جانب كبير من حوار الطبيعة والإنسان والعديد من الأفكار الثقافية اللي تلامس هذا الجانب وتتوائم مع أفكاره و ما يطرح من موضوعات. في الجانب الثقافي أو البرنامج الثقافي كانت أمسيات شعرية شارك فيها نخبة من شعراء من مختلف الجنسيات المقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة لجلسات حوارية نقاشية تناولت موضوعات مختلفة ومتعددة ما بين الفنية والثقافية والأدبية. البارز في هذه الدورة من المهرجان هي الشخصية المكرمة. ارتأت إدارة المهرجان أن تكرم الأديب الراحل حبيب الصايغ تقديراً وعرفاناً لما قدمته هذه الشخصية من إثراء للمشهد الثقافي والساحة الأدبية عموماً في دولة الإمارات وأيضاً في الوطن العربي. طبعاً في تعاون مميز بينه وبين الجمعية، وهذا التعاون في له خطط استراتيجية، ونحن نؤمن دائماً بتضافر الجهود والعمل كشراكات لإبراز الهدف الأساسي اللي تم إيجاد النادي أو الجمعية أو كذلك المركز اللي هو إمارة الفجيرة وخدمة المجتمع. فالحمد لله بعد هذه الشراكة اللي تمت بين المركز والجمعية نتج عنها فعاليات وأنشطة كثيرة، من ضمنها مهرجان الجبل، وفي مستقبل واعد إن شاء الله بيكون عندنا مهرجانات وبتكون عندنا أنشطة وفعاليات في الهواء الطلق لنبرز فيها الفن والثقافة والرياضة والمعالم الجميلة لإمارة الفجيرة. طبعا مهرجان الجبل الثقافي في دورته الثانية اختار اسم حوار الطبيعة والإنسان، لأن أساسا احنا موقعنا بين الطبيعة، وفعلا الطبيعة لها تأثير بالكلمة وبالحرف وبالمعنى. واخترنا طبعا نحن الشعراء والفنانين لأنهم هنقول بدايات كتاباتهم أو من خلال كتاباتهم ونصوصهم راح تلاحظ هناك في علاقة ما بين النص وما بين الطبيعة. ما شاء الله الضيوف الموجودين عندنا من مختلف الجنسيات، اخترناهم على مستوى الوطن العربي. لو تلاحظ هناك مزيج كان ما بين الشعر الفصحى والشعر العامي وما بين أيضا حتى فكرة الأشعار اللي تم طرحها. ضيفتنا لليوم من فلسطين، عندها ثلاث دواوين شعرية، والديوان الأول اليوم بنتحدث عنه واللي هو أنثى ونصف حلم. بنتحدث الآن عن هذا الموضوع أكثر، ولكن نحن الآن في فقرة بانوراما. طبعا للحديث أكثر نرحب بالشاعرة همسة يونس، أهلا وسهلا فيك. مساك ورد، يعطيك العافية. مساء النور والسرور عليك. يا هلا ومرحب فيك حبيبتي، تسلمي. جميل، لو تحدثين أكثر عن الشعر وكيف ممكن أن الشعر هذا يعبر عن ذات الشخص؟ الشعر حالة، يعني ما بنقدر نطلع عن ذاتنا وإحنا بنكتب الشعر، فكل شاعر بيعبر عن ذاته بطريقته المختلفة. بيربط شعره ببيئته بالأحداث حواليه، فبالتالي أحياناً أيضاً ربما هذه الذات تظهر في الشعر لا تظهر للآخرين في الحياة العادية. يعني أنا كثير بيقولوا لي إنه شعرك فيه حزن بينما أنت إنسانة جدا متفائلة في الحياة، ففي أحيانا تناقض ربما يظهر فيما نكتب. يعني الشعر مش يعني لا يمكن أن يعبر عن الذات أحيانا فقط، صح؟ اللي تبين توصلين له، أنا إنسان سعيد لكن أكتب في الحزن، أنا إنسان أحب لكن أكتب عن بالضبط هو يعبر عن الذات بمختلف حالاتها. ربما أنا فعلا إنسان متفائل لكن ربما في زاوية في هذه الذات لا تظهر إلا في الشعر. هل الزمان والمكان تأثير على نفسية الشاعر وعلى كتاباته عند الكتابة خاصة؟ بالتأكيد لكل شاعر فيه طقوسه الخاصة اللي شو طقوسك؟
تثير شغفه وشهيته للكتابة. طقوسي إني أنا بحب أكتب في الهواء الطلق، لا أحب أن أكتب بين الجدران مغلقة. تشعرين أن الطبيعة تحسين بإيجابية؟ لازم يعني يكون في هواء طلق، وتحديداً بالليل. دائماً بقولهم أنا مخلوق ليلي، ما بقدر أكتب في النهار أبداً. وأيضاً الراحة النفسية ربما للشاعر، مش الراحة إنه ما عندوش مشاكل، لا، التركيز في إنه هو يكتب النص الشعري. وأحياناً بدون مقدمات، يعني أحياناً بكون في السيارة مثلاً مع العائلة فجأة، يعني تعودوا علي إنه فجأة أطلع القلم والورقة وأبدأ أكتب يعني. فإذاً هو أحياناً بيحتاج إنه فجأة تكوني جاهزة إنك تكتبي، أحياناً أثناء النوم يعني فجأة بتطلع الفكرة، فمنيح إنه عندنا موبايلات إنه نكتب. صحيح. قبل ما تطير الفكرة. همسة، شو رأيك نقرأ شيء من الكتاب؟ أو أي شيء أنت تبين تلقيه؟ هلأ أنا في عندي أشياء جديدة، بس بما أنها طلبت من الديوان. بما أن الديوان الأول وأن أنثى ونصف حلم، تحسين أن في شيء جميل يشد؟ طبعاً هو صادر في عام 2013. فنوعاً ما قديم، لكن دائماً نعتز بإنجازاتنا الأولى. حقرأ قصيدة قراءة في لون الوجع. حبلى أنا بمواجعي وقصائدي العذراء تجهش بالوطن، وملامح الخرساء تقرأ موتنا والموت يقرئني الشجن. يا ليل يا ليل سافر في شوارع غربتي، فأنا القصيدة لم أزل، وأنا موانئ ضحكة عرجاء ينهشها الوجل. لما كلما ولد القمر تطفو جراح مدينتي، وتموء قبرة غفت في عش أحلامي الصغيرة تنتفض. أوليست الأحلام تكبر بل تكابر، ترتجي أرجوحة الغيمات كي يصحو المطر. حبلى أنا بالفجر يطرق غربتي، بملامح الأطفال ترسم دمعة العيد الخجول، بالبحر يهجو صمتنا ويقول لي ما بال صوتك جاحدا يا طفلتي. أنا لست حزنا، إنما أنا أنشد الموت الجميل، لربما يطهر الطين المزمجر في دمي. حبلى بشهقات الفرح ودنوب من عبروا الدموع بغدرهم، ومخاض أحزاني القديمة لم يزل بين الضلوع يخونني وتخونني كل السماءات التي أرضعتها صبر الشواطئ، كم يعريها الخجل. لا تلعن الحزن الغريبة، فإنه يشثو يصلي كلما حبت المساءات العجاف تشق صدر الريح لا تخشى الدموع، ويظل مصلوبا على صوت الخطيئة لا سماء تكونه، والأرض عطشى ترجم الغفران تسفك جمره. أنى لذاك الحزن أن يبكي هنا، فالليل يهزم حينما تشدو له الأحلام من وحي القبل، والنور يقبل ساخرا يغريه لون الصبر في كف الحجر. تلك الأنا ستظل حبلى بارتعاشات النوارس لا يشيخ بياضها، والحب يهديها قصاصات الأمل مكتوبة بحروف أوجاع الذين تعانقوا يوما على نبض الضجر. الله جدا جميل القصيدة. فعلا الليل أحيانا نهزمه وأحيانا يهزمنا شاعرتنا. صحيح. كتب الثلج، متى يكون الشخص شاعر؟ عندما يكون إنسانا دائما، أو عندما يشعر. ما هو لما يكون إنسان أكيد رح يشعر. ناس ما تشعر. نعم، لذلك دائما أقولها، لا يهمني إبداعك كشاعر إن لم تكن إنسانا بالدرجة الأولى. إذا إنسانيتك هي شاعريتك بالدرجة الأولى، حينها أعترف أنك شاعر. يعني الإنسان، أي إنسان يقدر أن يصبح شاعر أو يقدر يكون شاعر؟
لا هي موهبة يعني بالدرجة الأولى هي موهبة، لكن بعد ذلك تصقل من خلال الممارسة، من خلال ما تشوفين مروة أن الأحاسيس أستاذة همسة ممكن تصنع من الشخص أنه يكتب فعلاً بيت أو بيتين؟ إذا في موهبة طبعاً، يعني لأنه نعم كتابة الشعر بقوانينه بأوزانه بقوافيه، يعني لازم يكون في قوانين واضحة للشعر، لأنه الآن اختلطت الأمور ما بين النثر والشعر. البعض لا يفرق ما بين النثر والشعر، أنه إحنا النثر ما في قافية ما في وزن، والشعر مقفى وموزون، فبالتالي عندما تختلط الأمور يحدث هناك خلل. نعم همسة، كيف نقدر نستغل الإعلام في تعزيز الثقافة الفكرية وأيضاً التعليمية، وخاصة أن أنتم الشعراء تحتاجون لي خلينا نقول معجم لكم، معجم شخصي لكم تنتقون بعض الكلمات اللي تشعرون نعم فيها؟ الشاعر يعني غالباً، ويعني إحنا كشعراء ما بنحب نشرح، يعني الشاعر لا يشرح ما يكتب، هو يترك الأبواب مفتوحة للقارئ أن يفسر ويترجم حسب هو كيف تلقى هذا النص، حسب مشاعره بالضبط. لأنه إذا ترجمتي قصيدتك يعني لغيتي جمالها وانتقصتي من دهشتها، فبالتالي إحنا لا نشرح لكن نقدم النص كما هو للقارئ ويترجمه بمشاعره بأفكاره بثقافته. لكن مهم جدا للشاعر أنه هو يستثمر وسائل الإعلام للتعريف بنفسه ويعني الوصول بحرفه إلى أكبر شريحة من المجتمع، أن لا يبقى في برجه العاجي وينتظر المستمعين. بالنسبة لك استغليتي الإعلام لظهور قصائدك؟ طبعا استثمرتها، مش استغليتها، استثمار نعم ايجابي والاستغلال سلبي. استثمرت طبعا وسائل الاعلام في اني انا اعرف الجمهور بحرف همسة يونس ببساطه نعم، حتى يعني تلمسي تاثير حرفك في الناس. بخصوص برجك العاجي، استذكر هذا البيت لما يقول هو برجك العاجي الذي شيدته بدم سفحته كثيراً من عاشقك، أو لربما إن شاء الله ما أكون لخبط في هذا البيت. نعم. اليوم أهمية إقامة المهرجانات للشعراء، وكيف ممكن هذه المهرجانات تخدم الشعراء؟ بالتأكيد هي تخدم الشعراء وتوفر لهم فرصة ذهبية للظهور والوصول إلى شريحة كبيرة من جمهور الشعر، لأنه في فعلياً أصوات قوية شعرياً لكنها لم تأخذ حقها في الظهور، لذلك المهرجانات الشعرية توفر هذه الفرصة. ويجب أن يستثمر الشاعر، يعني لما تجيك فرصة أنك أنت تظهر في مهرجان شعري يجب أن تستثمر هذه الفرصة يعني بأقصى حالاتها، بداية من أنك تختار القصائد اللي راح تقرأها، لأنه المهرجانات تحتاج إلى قصائد جماهيرية، أن تقرأ ما يحب الجمهور أن يسمعه وأن لا يمل. يعني أنت بدك تختار شو نوع النص وطول النص، تكون ذكي في اختياراتك أولا، وثانيا أن تتدرب على مهارة الإلقاء. أنا يعني أحزن لما أجد شاعر مبدع في نصوصه الشعرية لكنه يفتقر لأدواته في الإلقاء. وأقول دائما أن من حق النص الجميل، من حقه على الشاعر أن يلقيه أيضا بطريقة جميلة، لذلك يجب على الشاعر أن يستثمر كافة أدواته ومهاراته في أن يقدم نصه بطريقة جميلة ويتدرب على الإلقاء. عندك ديوان شعري وعندك كتابين، خبرتينا قبل شوي بأن اهتميتي أو تناولتي موضوع الأمومة والطفولة. نعم. خبرينا عن هذا الموضوع أكثر، وليش شدك هذا العالم الأمومة والطفولة؟ ببساطة لأني فجأة وجدت نفسي أم لطفلين وأنا لا أبقى شيء في الأمومة، وفعلياً بعد خبرة 21 سنة في الأمومة. طفلين أو خمسة أطفال؟ خمسة أطفال. نعم بس نعم. بالبداية بقولك فجأة نعم لقيت نفسي أم لطفلين وراء بعض وأنا لا أبقى شيء في الأمومة، ففعلياً الأمومة كفطرة موجودة عند جميع الأمهات، لكن الأمومة كتربية وكتعامل مع الأطفال لا تكفيها الفطرة فعلا، تحتاج إلى تدريب ومهارات عالية. من هنا شك. الله يخليهم لك إن شاء الله، إلى الكتب الله يحفظهم الأخرى. يخليهم لك. شكرا لك شاعرتنا همسة يونس، كنتي معنا، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك شاعرتنا. طبعا شكرا لك يا مروة، واشكر مشاهدينا الكرام، أقول لكم تصبحون على خير وسعادة. مشاهدينا ترايونا باكر في نفس الموعد، في أمان الله.